ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. وصلنا إلى السؤال عن أحمد بن حنبل عن أهل الحديث. تفضل. درس سامع وتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطيب بغداد عليه رحمة الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، قال رحمه الله: حدثنا أبو طالب يحيى ابن علي الطيب الدسكري قال لفظا بحلوان قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن علي بن المقري الأصفهان قال حدثنا غسان ابن رضوان بن شعيب أبو الحسن البزار البزاز ببغداد قال حدثنا أحمد بن العباس النسائي رحمه الله أنه قال: سألت أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن الرجل يكون معه 100,000 حديث يقال إنه صاحب حديث، قال: لا. قلت له: عنده 200,000 حديث يقال إنه صاحب حديث، قال: لا. قلت له: 300,000 حديث، فقال بيده كذا يروح يمنة ويسرة، وأومأ غسان بيده كذا وكذا يقلبها. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد بن علي الدقاق قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهواندي بالبصرة قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال حدثنا الحسن بن عثمان الدستري قال حدثنا أبو زرع الرازي قال: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: من لم يكتب 20,000 حديث إملاء لم يعد صاحب حديث، وهم مع قلة كتبهم له وعدم معرفتهم به أعظم الناس كبرا وأشد الخلق تيها وعجبا، لا يراعون لشيخ حرمة ولا يوجبون لطالب ذمة، يخرقون بالراوين ويعنفون على المتعلمين خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه وضد الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه، وقد وصف أمثالهم بعض السلف فيما وقد وصف أمثالهم بعض السلف فيما قال أخبرني القاضي قال فيما أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد الصيرمي قال حدثنا علي الصيمري قال حدثنا علي بن الحسن الرازي قال حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني قال حدثنا أحمد بن زيد قال أخبرنا محمد بن سلام الجمحي قال عمرو بن الحارث: ما رأيت علما أشرف ولا أهلا أسخف من أصحاب الحديث. شو قال؟ ما رأيت علما أشرف ولا أهلا، يعني قف عشان ما تخل، ولا أهلا أسخف من أصحاب الحديث. قال: ما رأيت علما ولا أهلا أسخف من أصحاب الحديث. وقال الإمام رحمه الله: وحدثني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عثمان بن يحيى قال أخبرنا علي بن الحسين الأصفهاني قال حدثنا محمد بن خلف وكيع قال حدثني محمد بن إسماعيل بن يعقوب قال حدثني محمد بن سلام قال سمعت محمد بن سلمة يقول: لا ترى صناعة أشرف ولا قوما أسخف من الحديث وأصحابه، والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصدف عن أرذلها وأدونها. جزاك الله خير. هناك الشاعرة الدرعمية استاذتك يا استاذ احمد كتبت قصيدة عالية جدا، قصائدها سهوم خارقة بتدخل في القلوب والصدور، مسألة بلهينة. انت بقى بعد الدرس انت ان شاء الله تقرأها
ده رغم عنك طبعا استاذتك يعني وتقر لها بذلك، ولا ما تقر؟ لو عندك اي اعتراض نشوف اعتراضك يعني. خايف بص مرعوب. طيب اداب طالب العلم، وهذه حقا نتمنى يعني ان اطبقها، واتمنى ان اتعلمها وانقل ذلك لاخواني فقط وهم يعني اهل الخير والبر. روى احمد بن حنبل سندي عن رجل يكون معه 100,000 حديث يقال انه صاحب حديث، قال لا. طبعا هذا الكلام لابد ان تفهمه يعني، لابد عشان تفهم هذا الكلام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تصل لهذه الدرجه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تصل الى هذا الحد، ولكن هذا بكثره الطرق وايضا الموارد وايضا الموقوفات والمقطوعات، ويعني ليس هذا عن مرفوع، مرفوع اقل من ذلك بكثير. والا فنحن لا نذهل عندما يقول يعني سمعت ابو زرعه يقول لعبدان بن احمد ابوك احفظ 1,000 حديث. قال كيف عرفت ذلك؟ قال اراجعه، كان يعطي السند يعطي المتن ويعطي المتن ويعطي السند. هذا كله كما قلت بالمكرر بالطرق الكثيره، وكانوا يرون لا يرون رجل متقنا حتى يروي الحديث من 20 طريق. ما يرونه متقنا الا بذلك، انه عنده الحديث من 20 طريق في هذا الباب. وانت ترى لما قال له يعني اما اعطاه 3 دراهم في هذا يعني وساله تحفظ بكذا كذا وتحفظ بكذا كذا وتحفظ بكذا كذا. طبعا احنا قلنا اصلا في هذا العصر ان ضبط كان ضبط صار ضبط كان خلاص، يبقى كل الناس حفظت في هذا الباب، كل واحد معاه عفريت مثل هذا انتهى الموضوع، لانه اي حديث بيضربه ايش؟ وياتيه بكل الكتب بتخريجه تماما. يعني وذلك احنا قلنا على مقال الزحيلي في كتابه الموسوم بسوء الفقه اعتقد ان لم يكن مهما، انه بيتكلم عن ذات الاجتهاد، يقول والاجتهاد في عصرنا اقوى وايسر واطلق في من العصور المتقدمين. وشنقيطي قال ذلك، شنقيطي قال ذلك مش بنفس النص، لكن وهب نصص على ذلك وجاب كل الادله على ذلك. واخوه اعلم منه محمد شيخنا هذا، مقدم ذات الدكتوراه ليس، ومقدم ايضا الماجستير، واقدم الماجستير بعد ما طبعت اخذها فقراها، فيعني الحمد لله بعث لي فذهبت اليه فقال انا لي نصيحه اسمع بها. قلت له يعني فوق راسي، قال لا ليتني اعمل بها، لعل الله يرزقني اعمل بها. قال كل سور القران فهم فهمت بفضل من ربي، وحتى وكان اشار الى ذلك اشاره من كتابتي في المقدمه، على اساس ان اصلا حقا فقه الكتاب ده حاجه رائع. يعني اصلا كان اكثر من دكتور وبيكلمني يقول لي كيف اتيت بحكم من هذه الايه بهذه الاحكام. فهي اصلا بقى فتح من الله، تامل تدرك في هذا الباب، فتاتيك الاحكام في ايه واحده، احكام كثيره وغزيره جدا ممكن اصلا تجمعها ايه واحده، لانك تستنبط منها قاعده ايه؟ كليه، قاعده كليه الاجتهاد تنزل تحتها. قال بان العصر عصر الاجتهاد، هذا العصر ايسر ما يكون فيه الاجتهاد، وده صحيح. اما الناس اللي بتتحجر واسعا لهم امران، الامر الاول انه واخد خلف ايش؟ ظل. فبيقول لك خلينا في الظل ده ولا مفيش حد يدانيه عشان انا اكون ايه؟ ما هو تابع الحلو ايه؟ حلو تابع هو هكذا، على اساس ان هو يقول لك مظله. او الامر بقى الله اعلم بالنفوس في حقد في حسد، يعني هو مش عارف يفهم الدليل، مش مستطيع يستنبط منه حكم، فبيسفه ممن ايش؟ ممن رزق الله ذلك. وهذه معروفه بين طلبة العلم في هذا الباب، والله المستعان. الغرض المقصود هنا يعني ايسر الكثير في هذا العصر ان تكون محدثا، ايسر بكثير. يعني حتى على عصر الشيخ الالباني ما كانش فيه الاحاديث الصريحة، ما كانش فيه كل هذه الهجوم الصارخ في النت ان انت تستطيع تجيب كل شيء. فكان هو كان بيموت 18 ساعة في مكتبة الظاهرية والبيت والكتب عنده والمخطوطات التي ياتيها عينيه بالمخطوطات. وزائد انت اصلا يعني انت انظر الى كتب تخريجات الالباني وخذ تخريجات ابن حجر النووي، مفيش مقارنه. طبعا ابن حجر او النووي ممكن يكون ارصم علميا في باب الرجال في، لكن التخريجات ما تجد احد اصلا له سعه تخريجات مثل الالباني من الله. وهذا اما لو كان بقى عنده هذه العفريت الصغير، فالغرض المقصود ان اقول اخذ 100,000. قال له صاحب حديث؟ قال لا. 100,000؟ قال لا ليس صاحب حديث. قلت 100,000 حديث؟ قال انه صاحب حديث. قال لا. قلت 300؟ قال هكذا 300,000 حديث هكذا. يعني ليه كنت تروح تروح تشوف المقابر اللي فيها افضل منكم؟ يعني هذا هنتكلم فيه احنا خلاص، كان الموضوع هنتكلم فيه. شو بيقول لك اصلا هكذا لو عنده 300 حديث 3,000 حديث. ده واحد ماشي ب 10 احاديث بيقول للناس ابن جنه طلع الثنايا،
والسنة هي السنة تعلو تاو عشر حديث وماشي فيها رحل يوم جاي أمام الناس في هذا الباب على أنه خلاص بقى أعلم أعلم الدنيا عشر حديث 300,000 حديث عشان تعلم أن الله على خلق للعلم الناس أن الله اصطنع أناس من أجل حفظ الدين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهنا يقول 300,000 حديث هكذا فأنا قلت لك أنه الضبط مش ضبطان ضبط صار ضبط إيش ممكن نسير ده أو الكتاب السؤال أو شوف الأفريت الصغير ده اللي عطوه الأخ أحمد عفريت صغير أنا ماشي الآن الكتاب مش معايا وصلت 1,000 عشان يجيب الكتاب ما جابوليش الكتاب غير والشيخ محمد ما واخد مني كتاب غير وقت ما جابوليش الحمد لله أنا اتذكرته مسائل الجاهلية قلت له عليها مضمونة وأنا أصلا عمل فيها ما بفعله الناس أي حد يقول له يقول له عليها لا ترد عيني فباخدها وتقم بوفاء يعني نسأل الله أن ينفع بك والكتاب عنده ما أعطاني إياه لكن الحمد لله والله رزقت لي بعدها وكنت عايز أجيبه بس لا لا فهو فإلى الآن ما أتوا بي فقلت لأحمد الكتاب مش معايا وأنا من ذهني فقال لي لا الكتاب عندي قلت له فين ففي دقيقة طلعت قلت له اقسم بالله اللي ما يجتهدش في هذا العصر مغفل والله لكن ها هو انت انصحك ما تجيبوش يعني انا بنصحك هو دلوقتي محمد انور قال لي ان هو خلاص تكلم عنه ان هو ياتي يوم مربوع انا ميت والله اقسم بالله ليش رد اقسم بالله العظيم لو كنت لا يعني لو اخذوا احدا يجندوه لقتلي فاهم حضرتك ما كان يكون اصلا لا انا 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 اعتمدت على نبلهم انه نبيل والنبيل له اخلاقات احمد ده اخلاقات نبيله جدا الله يجزيه خير اقول اخوتي الكرام فقال 300,000 حديث قال هكذا وانا استنبط من ذلك مساله واحده فقط مسألة واحدة أريد أن الكل يتفق معي عليه فأنا سأدور على الجميع حتى يأتي لي بهذه المسألة نبدأ بمين؟ أنت موضوع القلب خلاص أنت عطتني الأولى أحمد أهم حاجة محمد كمان أو محمد كمان الاثنين واحد أحمد النبي صلى الله عليه وسلم محمد الأهم زوال مين؟ سؤال تفضل مفيش الضبط الضبط حفظ وحل صدق ماشي شوف يمين بالله ثلاثة لو شيخ هو بيعمل كده فاهم هو كأنه هو بيفكر أول ما صحي يبص كده بقى كده هو الوقت وين جاي بالقصه اللي قاعد اتفضل وجيز عشان نصحي شيخنا بوابه العلم وبوابه القناع كده لا والله ايه هو قاعد بقى تيجي توصل الادله يعني بوابه الفقه ماشي ماشي ممكن سؤالي للعالم يا احمد ماشي ماشي سعيدي الدخان بقى انا عايز دخان بركه الدخان بقى انت شوف شوف انت اكيد رحت اوعى احمد سعيد أنا إذا رحت إذا بتاع ده الضريحة لما رحت هناك حضرت حضرة ها إيش هو شيخ عشان حضرت حضرة والله عني بوس علي زين أنا أعرف إن شاء الله في يعني شيء في مقارنات يا شيخ في مقارنات شوفوا كم بيصدق جماعة أصلا أهم مسألة في هذا الباب أنهم كانوا طلاب الحديث قتلوا أنفسهم ما في أحد يصل إنه يجلس يسكت 300,000 حديث وكان دقهم في الحفظ انه يجلس يحفظ ذات احاديث خمسة احاديث انت تحسب انه بحر لا الزهري كان بيقول ده 3 احاديث في اليوم يحفظها يكررها حتى تثبت يكون لها القرار وبعدين يذهب بغيرها فانظر بقى مع ذلك انه منهم من ياخذ بهذا في اليوم وعنده في حصيلته 300,000 حديث ده معناه ايه؟ هو ده اللي كان في الراجل أن الله تعالى أمد في عمره فما توانى في امداد العمر إلا طلبا وما توانى إلا طلبا لذلك الحافظ حجر بيقول بذلك فأنت أصلا كل مغفل اعرف غفلته أنه أصلا ركن أول ما أركن أعلم أن الله تعالى يعني خلاص أبعده فهو أصالة هم طلاب حديث طلاب علم
الكبير منهم والصغير لا يتوانى عندما ينعقد المجلس ما يمكن ان يتركوا بحال من الاحوال. وذلك التحصيل هذا تحصيلون تحصيل من يوم وليله او تحصيل سنه وسنتين كما يفعل بعض السلفيين. في سنتين بيطلع قلم جاء طلع السنه وبيطلع يشرح كتب كبيره في هذا الباب. سنتين يعني نفسه على الركب في الطلب. الطلب ده لابد ان تموت حتى تطلب العلم. نحن جميعا ما زلنا نطلب العلم. ولا تحسبن ان الانسان لو تصدر او عطى نحن نتوقف عن الطلب او يسمع يستفيد من غيره. هذا يبقى أبله وعنده سفة. والمشكله ان كل مره اخ من طلبه العلم اخواننا كان جالس معانا 9 سنوات والحمد لله ما يعني الاكثر ولا الحمد لله يسمعوا فبيقول امنياتي في حياتي ان انا اجلس في المجالس. انا حرمت منه. هو بيقول ده امنياتي اجلس في المجالس وهو صادق في الدخان. لا ولا وما انا بقى الله شاء قلت لك وكم من مريد للخير لن يبلغ صلها ابن مسعود كل يدعي وصلا بليله ولا تخير له. فالمساله مساله صدق فين؟ قلت لك يعني الطالب علم كان جنبا وذهب للصلاه خلاص عرف ان الصلاه اعتذر منه انتهى. لا هيصلي الفرض ولا هيصلي جنازه. لانه ده دخل اول ما راح يكبر وراء الامام بعد الوضوء علم انه كان جنبا اصلا وما اغتسلش. فكده الصلاه راحت وكده ايش؟ اللي هو اتمنى جنازه راحت. وما فيش كان في وقت اللي هو ممنوع فيها الوضوء في 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 المساجد. ما في يعني وما فيش مكان حتى. هو اراد ان يتفقه فيتيمم ويكون عارض ويكون بذلك استدراك فقال انا اتحقق نفسه. المساله مبدا التيمم لا يصح. لقيت واحد قال له مالك تقف ليه؟ طب المكان ده في جراج، شوف الجراج ده في ميه. دخل وادي الحمام فاغتسل فرجع فادرك الامام في الركعه الرابعه وادرك الصلاه. ودي ما كان يمكن يعني يدرك. لكن انا قلت ذهب لواحد ده مغفل واحد قال له صدق انا قلت لهم بيقولوا صليت تمام. هو برضه عايز يقول هو بيقول لي ليه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ هو مش فاهم انه يقول له شوف الله جل وعلا ماذا يفعل للعباد. ما هي دي حد يعني على اساس ما نتقش منك ما تبحث عنه. لذلك انا قلت انت خلي فقه التعامل بينك وبين الله جل وعلا. طلبت الله هتجد. طلبت الحق انت واصلني. دي المساله. ان كنت حقا تريد الحق هتصل. ان كنت حقا تريد الله هتصل لله جل وعلا. فكل عدم الوصول كله لابد وجوبا عليك ان تذهب براسك الى ايه؟ الى العلم. انت ما وصلت لانك ما اوصلك الله. لانك ما اخذت الصحيح في هذا البلد. فهم اما يجلس ويجلس 300,000 حديث يجلس في هذه الطريقه هل الله خلقه له؟ صدق الله صدقه الله جل وعلا. ابن معين يقول 1,000 درهم. واحد مع 1,000 درهم هيروح يعني على الاقل يمكن يبني ملعب من الملاعب المبنيه باموال الام. اموال طائله في ملاعب سياحيه وهذه الملاعب لا تساوي شيء. بعدها بعد ما هي هيلعب فريق حمص مع فريق فرعون. بعد كده هيخلفهم من مينا ماشي جابوا من بعدين ايه فدا ايه؟ ولا شيء. رابع هذا كاس العالم والثاني خسر كاس العالم. وش اللي فيها بعدها؟ الاموال اللي ذهبت دي اين هي فادتها؟ اين هي؟ هباء منصور. فين الفائده اصلا؟ ثبوتها فين؟ دينا؟ هباء منصور. ما فيش شيء. اجري وانتش ولا اسمه؟ هات شو اللي خد اهو مالك يا مالك الدين الموفيره في هذا اللي عليه على اجره هيطلع بعد كده مسوخ اجره وانت ولا انت شو مسوخ بعدها طوابير من الهاف وبعدين ممكن بقى يخبط زيكم كده هو ده بيحصل كده صدر خلاص هينقبض اللي بيحصل وكيف المكانات لهؤلاء القوم يكون لهم مكانات وشهره واصلا الناس ميته ليل نهار عمال يحفظ الحديث عمال ليل نهار يحفظ الحديث ترى حد ما يعرفوش غير الحيطان اللي ماشي وراه وده اختبار من الله. اختبار انت بتريد مين؟ مش تريد من الذي يراك؟ الله راى تريد من يسمعك؟ الله سمعك. انت وصلت البغي. من الناس وما الناس؟ لكن في حقيقه الامر هنا اما قوم هؤلاء عاشوا لله 300,000 حديث مع انه عاش عمره كله ما يعرف شيء. وده اللي حاصل في طلبة العلم وطلبة العلم الجد والاجتهاد فيه يعني طلبة العلم كان من فتح بغده رحمه الله تعالى يعني له قلم محرر ومحقق فاضل اشعاري هو خلي بالك مش بس نجيب النهايه لكنه فاضل جدا ودين وايضا له قلم راقي كاتب صبر العلماء او شيء من ذلك
كتاب من أروع الكتب جانبا، وأتى بكثير من الأمثلة على ما كان فيه الجد والاجتهاد من علمائنا السابقين السلفيين، كان منهم من يأكل به، يعني يأخذ الدقيق هكذا الخبز يجعله ويسف سف، ولأنه مضغ الطعام بيأخذ من وقت يا عم موتنا موسيقى بالله تعالى أن نموت وعادي من أفضل طعام طعام قال مضغه يأخذ منه وقت فجعله يسف يسف. الإمام أحمد كان يعمل أجيرا عنده حانوت يأجره ويعمل حمالا للناس لأنه في الحديث دار الدنيا مرتين، الدنيا بس دار على حمارة، دار الدنيا دار الحديث على حمارة مرتين، فذلك ما لا تتعجب عندما يقول أثاثنا ألف حديث لا. فهنا هؤلاء القوم عاشوا ظهرهم لله جل وعلا، وأنت تقرأ القصة مشهورة جدا على مسألة السمك التي أكلوها من تنة، ورجل الذي كان يحب الهريسة يقول وما أكلته لما؟ لأنه كان كل ما يجي يشتري الرجل الذي يبيع ما يأتي يبيع إلا في وقت الدرس، فهو مخير بين الدنيا وشهوات بطني وبين شهوات روحي مجلس الهريسة. فالقوم باعوا أنفسهم حقا لله جل في علاه، فلما قالوا هكذا يعني كأنهم يعني يمكن أن يكون معنا بكر أن أبي شيبة يقول من لم يكتب 20,000 حديثا الآن لم يعد صاحب حديث. وعلى بكر أبي شيبة قال من لم يكتب 20,000 حديث إملاءً لم يعد صاحب حديث، يعني أصلا معهم الكراس والقلم ويكتبون 20,000 حديث. أيضا هذه ليست بالعينة، دي معناها يعرف ذلك أمين، ففي الحرص على الكتابة وذلك الحرص على المجالس دي معناها أنه أصلا 20,000 حديث أصالة مش شيخ واحد، أنه كان الشيخ معه الأحاديث التي هي معه يعقد المجالس، وبعد ما يعقد المجلس طيب تتنوع وبيأخذ منه الحديث بيكرر الشيخ بيكرر بينتقد بلاده ويكرر ما عنده من المحفوظ فقط، وذلك هو 20,000 معناه انه ايش بينوع مع كثره المشايخ، وهذا يعني المهم انه يجلس يثبت على الطلب يثبت على الطلب. المشكله في عصرنا هو كما قلنا مساله الايه مساله عدم الصبر على الطلب، ما في اي صبر عند طالب العلم، وعمدة الأمر في العلم الصبر على الطلب، عمدة الأمر في العلم الصبر على الطلب، وما بيصبر ما في أحد عنده نفس طويل يصبر على الطلب. كثير من إخواننا يعني ترى يتكلم عن المشايخ ويتكلم على العلم وأنا بعمل طالب علم، وهو أصلا لا يستطيع أن يصبر ساعة واحدة، لما تزيد خمس دقائق بعد الساعة يختلف، ممكن يدعو عليك يخمت عليك ويقول حدثت الناس بما أقول تقول فيه والله وده تصريحا بعضهم يقول بذلك. فالحاصل انه لا يمكن يعني ان يقف الانسان هكذا يطلب العلم ويحسب انه طالب العلم وهو لم يجبر نفسه على الصبر على الطلب ولو ساعه. فانت لابد تنفذ الاعمار في ذلك، لذلك انا اقول لك لا يمكن يعني ان ينمي الى السمع احد أراه متقنا ما يكونش تسع لسنتين سنين عمري يطلب العلم، ما اعتد به لا اعتد به بحال من احوالك. لذلك انا اقول لكل واحد بيطلع على الجرح والتعليم كله كم درست بس كم سنه جلست على من كم سنه بيبي، فهي المشكله كلها في الغطره والسواك، لابس الغطره والسواك والقميص القصير صار احد معين احد معين بيبهدل بقى في الناس بيجندل في الناس، صار احد المعين بقى كده طلع على ابن حبان ومع الكتاب الوحيد اللي يتقنه كتاب اسمه كتاب المجروحين في هذا. فالعلم ليس كذلك، العلم لابد ان تعطي عمرك باسره للعلم، عمرك باسره ينفذ في هذا لذلك لما يقول هذه الاعداد لا تحسبنه قال ذلك عندك من يوم غالية تحصلها، يعني مع ذلك انه سنين عمره وقف على الطلب لم يتوقف بحال احوالك، وهذا الذي حدث مع علمائنا جميعا لا يتوقفون ابدا عن الطلب ولا يأنف النبيل الذي لا يأنف ان يجلس من هو اقل منه ويجلس من هو مقارن له ويجلس من هو اعلى منه. وهذه كما قلنا انها من اهم سمات طالب العلم الصبر والديمومه، من اهم سمات طالب العلم الصبر والديمومه،
لكن واحد نايم ويقول لك أصلا يعني قمت وجدت نفسي بعض الباب والثاني جالس يقول له خلاص بقى سيب خلينا نجلس مع بعض ساعة، فأقول خلاص يا حنظلة ساعة وساعة والشرع فاتح له بعد ذلك. كل ذلك لا يمكن أن يكون الطالب العلم ولا يمكن أن يعطيه العلم شيء أبدا. هو أصلا في عصرنا ثلاث أرباع الناس أخذوا ثقافة عامة، ثقافات عامة، وهذه الثقافات العامة انطلق على كثير من الأغرار الأغمار، حسبوها ليش؟ حسبوها علم، حسبوها علم، وده الحاصل. فلذلك أنا أقول بع نفسك حقا ستجد، تعرف أين أنت، بع 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 نفسك حقا ستجد أين أنت. وكلما اشتد عليك الأمر وأنت تصبر على الطلب كلما كشف الله لك من حولك ومن أمامك وأقدار الناس، فعلمت أن الله على استفاقك بين الناس. فلا بد من الحرص، الحرص الشديد، الحرص الشديد والتكرار والصبر على طلب العلم، لأن الصبر والمثابرة هي مادة العلو والسمو والحرص والإتقان. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.